وللحديث عن الموضوع معنا عبر سكايب رئيس تحريري صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل، حياك الله. أهلا وسهلا، حياكم الله. أستاذ مصطفى، بداية، التظاهرات استعادت زخمها بامتلاء الساحات بالمعتصمين، يعني ألم تدرك الطبقة السياسية فشل رهانها على عامل الوقت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقة هذه يعني أولا ليس شرطا أن تكون المظاهرات والثورات والاعتصامات بزخم واحد طيلة أيامها حتى منذ انطلاقتها وحتى تحقيق نتائجها، فهناك يعني بالتأكيد تغير في مستوى هذه الاعتصامات والثورات. هذا أمر طبيعي في كل الثورات في العالم، ولا يؤشر قلة وجود المتظاهرين في بعض الأيام نسبيا عن يوم آخر لا يعني أن هناك تراجعا وأفولا لزخم الثورة. هذا من حيث المبدأ. من حيث السؤال الذي تفضلت به، هؤلاء الذين يسيطرون على كل شيء في العراق لا يعنيهم أمر الشعب، وهم يعني عصابة استولت على العراق بكل تفاصيله، ولذلك لا يعنيهم على الإطلاق إن كان هذا صوت الشعب عاليا هادرا واضحا منذ الساعات الأولى بضرورة إسقاط النظام. الحقيقة هذه المظاهرات تختلف، يعني منذ الساعة الأولى لها اختلفت عن المظاهرات التي عاشها العراقيون في سنوات ماضية، والتي كانت تخرجها بعض الأطراف المشتركة في العملية السياسية الاحتلالية، وكنا نسميها مظاهرات الساعتين ونصف. هذه التي كانت يتجمع لها البعض من المتظاهرين في ساحة التحرير ثم ينفضون بعد ساعتين ونصف أو أقل أو أكثر ويعودون إلى بيوتهم، وهذه كانت لتجميل النظام وإعطائه زخما وصورة يعني ليبدو ديمقراطيا ومستجيبا لإرادة الشعب. عندما عرف العملاء في المنطقة الخضراء أن هذه الثورة ثورة حقيقية هادفة إلى التغيير، وهي رفعت منذ الساعات الأولى لانطلاقتها المباركة في الأول من تشرين الأول أكتوبر الفائت، رفعت شعارين مهمين. الشعار الأول شعار إسقاط النظام، وإسقاط النظام بشخوصه ومؤسساته ودستوره وبرامجه وإجراءاته بالكامل. والشعار الثاني هو الشعار المعادي لإيران واحتلالها الكامل للعراق. وبالتالي الجميع أدرك أن هذه الثورة مختلفة، والصلف الذي تواجه به عصابات المنطقة الخضراء بكل تسمياتها تواجه به المتظاهرين والثائرين في بغداد وفي المحافظات المنتفضة واضح، لأنه في الحقيقة هم لا يملكون إلا السير في هذا. طيب، بالكلام عن هذا السيناريو من قبل الأحزاب ومن قبل الميليشيات، يعني رغم توحشهم في قمع المتظاهرين السلميين إلا أن الثورة صمدت يعني قرابة 3 أشهر، كيف ترون ذلك؟ يعني هذه الثورة كما قلت لك تختلف عن كل الانتفاضات أو المظاهرات التي حدثت. هذه ثورة انطلقت منذ البداية وهي عازمة، وثوارها عازمون على أن يبقوا في الساحات حتى تحقيق المطلب الأساسي، وهو إسقاط هذا النظام. وإسقاط هذا النظام ليس استبدال شخص عادل عبد المهدي السفاح بسفاح آخر مستتر تستتر خلفه كل هذه الميليشيات الإرهابية التي كانت داعمة لعادل عبد المهدي وقبله لحيدر العبادي ونوري المالكي وكذا، واستبداله بشخص آخر. هذا إسقاط النظام يعني إسقاط الدستور وحل هذا البرلمان الفاسد، برلمان التزوير، البرلمان الذي لم يصوت له سوى 18% في أفضل الأحوال من الذين يحق لهم التصويت في العراق. هذا البرلمان فاقد الشرعية بكل إجراءاته، مرفوض من قبل المواطنين، وبالتالي عملية الضحك على الذقون ومحاولة كسب الوقت هذه ليس لها أي تأثير على عزيمة الثوار الماضون في يعني منهجهم حتى إسقاط هذا النظام، وهم ثابتون كما لاحظ العالم أجمع
طيب على موضوع رفضهم لقانون الانتخابات البائس، رفضهم للتسميات المطروحة، رفضهم للإجراءات طيب يعني المطروحة لما ضمن كيف نفسر إصرار الكتل السياسية على تسمية هذه الأسماء وتدوير أسمائهم بينهم، يعني كي يطرحوا رئيس وزراء جديد من بين تلك الأحزاب؟ ألم يعي ساسة العراق اليوم مطالب الشعب؟ هؤلاء لا يملكون إلا السير في مسار الانتحار السياسي، لأن يعني لا يمكن أن يستجيبوا لإرادة الشعب. هؤلاء يخرجهم الشعب بالقوة وبإرادته بالقوة، ولكن القوة السلمية يعني قوة التظاهر السلمي هو الذي يخرجهم من هل من ضمن جحورهم. الانتحار السياسي تلويح برهم صالح بالاستقالة أستاذ مصطفى؟ هذه حقيقة يعني هو ليس هناك تلويح بالاستقالة، وبالطبع ليس هناك استقالة. أنا حسب فهمي هناك يعني لو خير، أعلن برهم صالح أنه لو خير بين يعني التصويت على مرشح كتلة أنا أسميه تحالف السفاحين وليس كتلة البناء، لأنه نعم كتلة ميليشيات إرهابية سفحت من دم العراقيين الكثير. وبين الاستقالة فهو سيختار قرار الاستقالة، لأنه إذا فهم أن هذا خرقا دستوريا للموضوع. لا توجد هناك استقالة وليست هناك تلويح بالاستقالة، نعم ولكن العصابات الإرهابية المسيطرة على العراق تريد أن تدفع بالأمور إلى جعلها نعم استقالة حقيقية، ليتولى محمد الحلبوسي صبي إيران المدلل منصب رئاسة الجمهورية، وبذلك تحكم إيران يعني سيطرتها. حلقات سيطرتها على كل مفردات القرار نعم السياسي نعم في العراق. نعم وهذا أمر أدركه الثوار بشكل جيد، ولذلك هم يرفضون هذه الإجراءات بشكل تام. نعم رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل، كنت معنا عبر سكايب، شكرا جزيلا لك.